اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا سيدي يا رسول الله. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب ارحم ارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم صل وسلم وانعم واكرم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب ارحم ارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد على كل حال. اللهم حول حالنا من حالنا هذا الى احسن حال واحسن مقام في بيتك الحرم بين الركن والمقام يا رب العالمين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله في الورد الجميل، في اي وقت بنلاقي الورد الجميل سبحان الله. ربنا يبارك فيك ويضحكوا يا رب ويفرحكوا زي ما بتسعدونا وتفرحونا يا رب. يعني ادخال السر على المسلم، يعني الورد الجميل بيفرح وبيشرح الصدر والكلام الطيب. ربنا يبارك فيكم والمستمعين والناشرين وجميع المسلمين اجمعين يا رب في كل مكان وكل زمان. ان شاء الله نبدا بقى تسمعوا وحفظوا ان شاء الله. ربنا يبارك فيكم اصحاب الورد الجميل. الجميل بيرسل الجميل على الجمال على طول، لان انتم اجمل. ربنا يبارك فيكم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه. اللهم صل. خالة كيف ارتاح انا عمري ما تعلمت بيها ما استمنى اركوي ادرى انساها. كيف ارتاح انا عندي هم وتعلقت به ما فيه ادرى انساه. تعلمت ان شاء الله لا اترك الهم يتركك. صل على الحبيب او انت واحد او همي وتغلبت عليه ولا وتغلب علي ولا تعلمت انا مش نبيه ما في ما ادرى انساه. وهم كيف انا عمري عندي انا عندي هم وتعلمت ما ادرى انساه. ربنا يكفينا شر الهم والغم. الرسول على طول يستعيذ من الهم والغم على طول، يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وسوء الكبر. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، عليك بالاستغفار وذكر الله والصلاه على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. بارك الله فيكم. الاستاذه حبيبتي الاخت الاستاذه انتصار على طول بتسال علينا، ربنا يبارك فيه وحشتونا جدا. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. وبننامش نفس الميعاد وصحيين، بس التليفون قلت ايش. ربنا يصلح حالك وبالك يا رب العالمين. وقعدت انزل فيديوهات لبابا وماما. ربنا يبارك فيك يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول. عليك بالاستغفار وتوضا الوضوء يزيل عنك الهم والغم، وتصدق وكلم ان كان لك والدي حي اسع اليهما يذهبوا عنك الهم واديهم وراضيهم واصلح حاله. الله تنام من صغر. لا مش نايمين احنا لسه بنصحى. لا ما بننامش احنا، معادنا الصبح الساعه 7 8 على مناه وبننامش كده بنتنا صحيح. الله نبدا بقى عشان في صلاه الفجر وبعدين نبقى نكمل. حاولت زوجتي غيرته وما سبني ليه ازعاج كيف اتعامل معهم. اخوات زوجي تعامليهم زي ما بتعامل اخواتك وتركي الامر لله وتقولي يا رب اهديهم واهدينا. يعني ما تخليش يعني الشيطان يسيطر عليك. انت لو بتصلي او عندك ايمان مش الدنيا دي ما تستاهلش زعل اصلا. الواحد يزعل فين الوقت اللي فوت من غير ذكر الله والصلاه على الحبيب. عامل الناس كما يحبون ان يعاملوا بيه. لو فاتك وقت من الصلاه تحزن احسن على الدنيا. هم وغم بتكون هم دي الدنيا اللي اخوات زوجي غيرات ومسمى. يعني اخوات يعني هم يعني زيك يعني النساء ومسببين لإزعاج كيف العمل معهم. اتقي الله فيهم وفي نفسك لان دول اخوات زوجك هتغيرهم ولا انت ما تحب ما تستحمليهم ربنا هينصرك على الكل. وكمان هم ما متجوزوش لازم تشيلهم فوق راسك. لا انت تحبيهم استحمليهم على خير ما معاكم بزياده من ناحيتك شويه عشان ربنا يرضيك ويديك الخير كله. لكن عشان يكون معاك عيال ربنا هيخليهم لك، ما معكش هيديك يدعوا لك دعوه سامعه فضيله الشيخه.
يعني احنا بنقول لك بنصيحي لوجه الله يعني يبقى يعني ما كانش معاك ايه، هم هيدعوا لك. ده البنات دول دعوات مستجيبة، ريحاني، ريحانة البيت، ريحانة البيت نور وريحانة امهم وابوهم، وعمود البيت يعني نور كده. وهم يعني اللي بركة، يعني مهما يعملوا هم بركة وقلبهم ابيض. ليك ما انا يشيلوش عمري منك ولا من غيرك. 5 سنين يا رب، انا عندي مس من 5 سنين يا رب، فرجها علي يا ربنا، يفك عنك يا رب، عليك بذكر الله والصلاة على الحبيب، واسمع الفيديوهات بتاعت فضيلة الشيخة ماما، هترتاح وتفرح وتنشرها، تاخد ثواب يا ما رب. تنشرنا كده اهو، ربنا هيشيل عنك الهم والغم واحد او كله. واحدة، وتتقوا الله في انفسكم وفي اللي حواليكم، يعني انت تحبيها اختك، عاملاها زي ما بتعملي اختك، زي ما بتعملي واكتر واكتر، اكتر هي اختك فرحيك، عشان دول اللي معاكي انت لازم سبتيها وسبتيها لك وسبتي كله وجاتي في وسطهم، وتحبي عشان زوجك يحبك تحبيهم يا اكتر اختي واكتر، وفرحي بيهم كده اهو، ربنا يديك ويرضيك. وعشان ربنا قبل كل شيء. وربنا يبقى وياك في كل سكة وكل خطوة. واصبر وما صبرك الا بالله، الصبر حلو، واصبر وما صبرك الا بالله، اصبري يا بنت اصبري، ربنا يديك الخير. ربنا يبارك فيك يا رب وما العالمين. تصبري ربنا هيديك. اللي بيصبر على اخت جوزه وعلى حماتي على اخت حماتي بتشوف الخير. ربنا يفك عنه الفجر هيأذن يعني كده، مش نقرا بقى حتى وبعد كده نكمل، بعد ما طلعين حق عيني، بس الفجر هيأذن. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم انك عفو كريم تحب العفو. كله عشان ربنا يطلعني فوق في 7 سم. ربنا يبارك فيك، اللهم صل وسلم. ودي طلب بتطلبه منا، طلب صغير يعني، احنا لازم نشيلك فوق راسنا. ربنا يبارك فيكم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، يعني تخليكم يعني مع الله، اللي مع الله اللي يدوم ابدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم لك الحمد ولك الشكر على ذلك حمدا كثير. يبقى يا حبيبتي أو خلي بالك من اللي في يعني شوية من اللي في البيت البيت عندهم معاملة طيبة، طيبة. عشان ربنا يرضيك ويديك، عشان ولادك لو ليك ولاد يبقوا عايشين ويعيشوا ويفرحوا وهيحبوهم ويبقوا ويحبهم. ويحسابهم ويبقوا سعدي. ما تكرهيش اللي عيال في عمامه ولا عمتهم، حرام هيبقوا سعدي وحلوين. حرام عليكم. اتقوا الله في اخوات زوجاتكم واخواتهم الصبيان انت والبنات، جاي عليهم اهو، يعني جاية تطرديهم. من بيتهم تباتهم الاساسي، استحمليهم ما يمشي استحمليهم عمره على تسع الاخر. سنوات وزوجي رافض الشغالة وأنا ما أقدر أشتغل، يعني والدك ما بيمشي، لا تروحي تخدميه بعينيك، زوجك مش راضي يوديك، لا تولي يوديك ويشتغل لا معاك ويساعدك كمان، دي ده يساعدك وياه، يا تول، المفروض اللي أما يجري كان هو حم... وش أه... اسم أمي، ماما اسمها جزي، تخش على القناة بتاعتها كده تفرح، اسمها قناة ماما وبابا على اليوتيوب، ماما وبابا ترتيل القرآن الكريم، فيديوهات لماما وبابا. يا جوزك دي ايه؟ مش مسلم ولا مسلم ولا ما بيصليش؟ وفين جوزك دي؟ اما اديله شوية. احد يفهمني مين محمل التوك توك، توك توك للناس كلها دي ازاي، التوك توك للناس الحلوين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. احنا في تكاتك كتيره، بس احنا بنختار التكاتك اللي التكتك العسل، بالتكتك تطلع الكلام السهل اللين الجميل. اللهم صل، مش كده، مش هنقدر اقرا بقى لما نصلي الفجر يعني كده، عشان تبقى الحلقه على بعضها، لان اقرا الفجر هيأذن، هضطر اصدق واقوم اصلي وارجع تاني. انت قلبي وهروح حبيبتي وحياه عمري، وربنا يبارك فيك يا رب وعقل، انت حبيبتي قلب تدعي لك ايه، اكيد انت من المدينه حبيبتنا دي. زوجي ما بيجيبش غير تساعدني بوالدي، بس ابقى ادعو لتستخير زوجي. لا انت اللي تجيبي شغاله زوج لولد، انت تشتغلي له ليل ونهار، ما تكافئيش والدك ولا مهما يا ما بنتي عملت، مش هتكافئيه بذره. ساعديه احسن منك هو، وانت هيبقى غضبان، ربنا اللي هيبقى غضبان عليك. اوعي تسيبي والدك، يعني الجوز موجود، انما الاب اب مف... مسؤول. اه يعني دلوقتي اللي هو اب ومشي، هيجيب اب تاني
عمر ما بيتعوض. ولو مات يعني هو هيقول لك لا اوعي تسيبيه ولا لحظه، يعني اللي في سن كبير وما بيمشيش بقى 5 سنوات واللي معاك واللي كده، ازاي نسيبهم في السن دي وانت صغيره؟ كانوا بيسيبكم يعني، كانوا على طول يدلعوك ويمشوك وكده. انا من محافظه كان حبيبتي، ربنا يصلح حالك وبالك اهل مصر وصعيد الجوان يا رب، ما تقفلش معايا امال. ربنا يبارك فيك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول. يعني اللي له ام وله اب لازم يشيلهم فوق راسه، زوجها يعني عاصي يعني مش راضي، تقصد هيبقى ابنها حرام عليكم، وابوه، هو اللي يشيل الذنب. ابنها ابوه، المهم ما تسيبش يعني اللي تعبان، ما نسيبوش مريض اللي الناس تيجي اجيب شغاله اجيب خدامه ليه؟ وانا رحت فيه تاني اللي اخد الصواب، مش هجيب خدامه ولا شغالي ليه؟ هتديها فلوس وهي اللي هتاخد الصواب، انا من وربنا صعيد يا يلعنكم. هلا اقصد ولد وابقى شغاله شغاله وزوجي رافي، يعني اقصد والدي، ما طب انا بقول لك على والدك ابوك اللي هم حبيبتي ماما حبيبتي زي حبيبتي وحشان، احنا بننام شوف في نفس الميعاد وعاوزين نطلع، بس التليفون كان بيشحن، قعدت انزل فيديوهات بقى على القناة الحمد لله وقعد معنا فاضي مصر. مصر بيتصل بس ما قفلته بقى عشان يشحن. مصر ام مصر، ابنها ولدي ابنها جوزي اخوه اللي تعبان لازم نراعيه، أنا يعني مش شرط يعني أبو إلما تعبان لازم لو نراعيه، حتى في الحتة غريب ده حتى لو حتى جارتكم ما لهاش حد أنت تخش تساعديه، يعني كان في قصة جميلة كده وظريفة وجميلة وبحب أسمعها، يعني كان في ناس في ناس مسلمين في بلاد اللي أمريكا أو مش عارفة في دولة أمريكا، اسمك إيه؟ الأستاذة بطة، ماما اسمها ماما جازي، فضلت الشيخ تخش على القناة بتاعتها قناة ماما وبابا، تقصد ابنها الصغير ما هو ابوه، مش مشكلة ابنها ابوه يعني تقضي يعني، وهي يعني ابوه المفروض هي وابنها مين يشيلوا غير، وهي وابوه يعني، يعني فانت مين اللي عسل يشيلوا غير العسل هي وابوه؟ حبيبتي العسل مسعود الجوان، ما تقفلش معايا امال. ربنا يبارك فيك، اللهم صل وسلم، يا مرحبا يا مرحبا، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي. التوك توك بتاعنا فريش يعني يعني كوكتيل، يعني قرآن على حديث على سنة على أسئلة على تفسير أحلام على ما شاء الله، ما بزعلش حد لأن ربنا يعني ما حد بيخبط، لازم أكرمه أحسن الكرم على قد ما أقدر، وربنا هو الأكرم سبحانه وتعالى، اللهم صل وسلم وبارك، سواء كبير صغير بيتصل لازم أفتح لأن دي على الباب، ما ينفعش أسيبه كده، ولازم يعني ربنا هو الأكرم سبحان الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول. كده ان شاء الله هنصلي الفجر ونبدا بقى الحلقه من جديد، لان مش هينفع اقرا واقعد اعيد تاني، بس انا بتكلم على ابوها اخوها واحده في البقى، ام الجميله ما شاء الله ربنا لو يحفظها من في كل سوء، الشارع حكي الشارع يعني لو جارتك وتعبانه ومريضه ما عندهاش حد خش ساعدها لوجه في الله، البلد، واحدة برضو ملهاش عيال ملهاش راجل وتعبانة، روحي اخدميها. يعني يا ريت انا يعني لو كمان انا بطلع بتخدم الناس من بعيد لبعيد، ويبقوا ينادوا يقول يا فاطمة بنت خالتي جازي، يا فاطمة بنت خالتي جازي، يا بنتي يا بنت خالتي جازي. اللي كانوا بيفوتوا يقولوا لنا من بحري كله. يعني الناس اللي كم لا واحدة كم واحدة وكم واحد، وربنا بيقويها، ورخص ربنا اداها زي الخير، وجات السعودية. لان انا بحب الخير للناس، يعني كانت احب اساعد بتخدم، الناس الكبار، عارفين ايه الكبار، بلتمس ربنا بتخدمهم، فيهم، مش محتاجه منهم حاجه ولا تاني اللي محتاجه احنا يدعوا لي، بنديهم، واحنا اللي بنديهم يعني يدعوا لي، احنا لان بنديهم. ماما علمتنا مكارم الاخلاق الاحسان، احسن الى الناس يعني كما تدين تدان، اعمل أحسن ما تدي، ما يعني تشتغلي شو، ما تقضي ابنك ولا بنتك ولا حد مريض، هتخسوي. لا انت بالعكس ده ربنا هيديكي قوة على قوة. يا حبيبتي تقبل ابنك معاك، ابنك معاك، ابنك مريض ما حبيه تسيبيش، حبيه عشان ربنا يرضيك حرام عليكي وهيديك ده ابنك مربوط. اوعي تجيبي شغاله لابنك عشان هي الشغاله انت سرك، يعني ما كان صغير كنت فرحانه، دلوقتي اما كبر زهقانين، لا بالعكس يا ده بنتي، شويه ايام ربنا وربنا
يشفيك، يا رب اشفيه وعافيه يعني، أجل ربنا يشفيك، يا رب بركة القرآن والصلاة على الحبيب، ربنا يشفهولك وما تزهقيش، خليك يعني دمك أخلاق ابنك دمك لحمك روحك ودمك. وعقلك من قلبك ده من أبوه قلبك. مش راضي يجيب لك شغالة، أو مش راضي يقعد معاك، شوي شوي هيعمل، بس أنت اللي، أنت الأم، هي وديني بس الأم، الأم اللي بتبقى حنون عن الأب، لأن الأب يعني الأم أبو عاطفية، فهد الأم مش جامد يعني، شغال طول اليوم، عاوز يجي يرتاح شوية أو ياكل لقمة حلوة أو أنت بقى يعني، ربنا يعينك يعني ابنك، يعني أنت هيقويك ربنا، والله، أنت ما تقسمي الوقت دوت وتخلي ذكر الله والصلاة على هيقويك الحبيب، خالص، هيقويك، اسمعي كلامنا، ويمكن أجل ربنا ان يشهولي شاء الله هينشاف ويبقى حلو. بكره تقولي ماما، تعبان تعبان أوي، ربنا يا ماما يريحه من يا جوه رب ان شاء فيه. الله، لماما الكبيره تدعي لي جوزي، من رب يرزقني الحبيب، يا رب يرزق كل مشتاق، يا رب بالتوائم، يا يا رب رب، يا اللهم رب صل يا رب وسلم على، راضيكم بالجوش، يا رب سمحت يا رب ترضيك يا بنت انت وكل عايش كله، ماما الكبير، لماما الكبيرة يا رب تدعي لي، يا ممكن رب تدعي لي للوالدة متوفية، ادعي لها يا حبيبتي، ربنا يرحمها ويعافيها ويجعلها في الفردوس الأعلى، والأذان بيأذن، يا مامتك رب طيبة جت على الأذان، وتدعي لها وتستغفري لها وتعملي لها الله صدقات لها صدقات يا اما يا رب، ربنا والابن يكرمك، المعاق ربنا يعافيه بحق الأذان ويشفيه، يا يا ربنا رب يكرمه ان كان مريض، او ربنا يا عشان ما تزهقش، ربنا اللي بيكرم يعني، انا يا هما اقول يا رب كذبوا يكرمه، عليه، هتاخد حسنات وتروح الجنات العالي، سمحتني وتبنيك، ازاي يعني يجيب لي احنا واحد، بنحننك على ابنيك، انت اولى به مني يعني، يعني طب تعمل ايه هاتيه نفسك عنده، يا انا هاتيه عنده، انا اشوف اعمل له ايه، لا ابنك هيخيف، لا ابنك يا بنت ربنا يشفيك، هاتيه بجد عندي، اقول لك العنوان، احنا في الرياض، لو انت في السعوديه هاتيه، انا في الرياض وهاتيه، وانا هشيله فوق راسه، لا يا بنتي ربنا بيقول اللي يخدم الحاجة اللي ليا. المريض ايديه معاه الله، عارفه ايه معاه الله، مريض انت بتلتمس ربنا، بيقول يا عبدي، عبدي مريض ولم تزرني، لو زرته لوجدته عندي، قاعد في ريحه، قاعد في ريحه ربنا، ربنا معاها على طول، اوعي لا تسيبيه، إله إلا انت الله، تحبي رجله وتحبي ايده وتحبي راسه وتبصي له وتشبعي وتضحكي في وشه، وربنا هيكرمك. انا مش عارفه اللي عندهم يعني في البيت مريض او مريضه او ام او يسيبوا ازاي، انت يا حبيبتي في البيت انت اللي وتأمن قاعده، وتأمن الشغال على ابنك ولا الشغال، اوعي تسيب ابنك المخلوق، حتى ابوه تخليه وكل حلو كده شغلك فرحه، هيعملي له كل اللي عايزه، وروحي وتروحي شغلك شغلك وتيجي هتلاقيه حلو، هتيجي تلاقيه برضه ما حدش بقى حلو، يطلع دلوقتي، كورونا كله بيشتغل، كله بقى في البيوت اهو، ربنا يكرمك ويهديك لابنك وتحبيها اكتر واكتر، وما تزهقيش، الاذان بيأذن، ربنا يا يشفيه رب ويعافيه، يا رب وانا اشفيهولي، بتكلم بقلب، هاتيه لو انت في الرياض، ربنا يشفيهولك، هاتيه وانا اشيله فوق عيني، تدعي لي وهيخف لجدتك، وبعيد وهيطلع سالم من البيت، احنا بيت اهل القران، انتوا من وين؟ احنا من مصر بس قاعدين في السعوديه في الرياض، ربنا جابنا السعودية يا ريت الأرض الام اللي الطاهرة، بتقول ابنها بقى له 5 سنين وتعبان، يا ريت هاتيه، وانا هراعيه، هو ابني واخويا وحبيبي وكل حاجه يعني، ما بكلش ولا ميل من اهلي، ده ربنا عاملهم ماشي كده، وربنا وياهم قاعد في ريح المريض. بيقولي اللي عاوز يزورني يروح المريض، اللي عاوز ياكلني يطعم المسكين، يطعم يلا الجعان، يشوف يعني، ربنا يقول لي يا ابن ادم لو يعني مرضت ولم تعدني، قال وكيف ازورك يا رب وانت يعني، وانت رب رب العالمين، العالمين، انت رب العالمين، قال له لو زرت فلان لوجدته عندي، اللهم لا لكنا شهد الا الا لقيتنا محمد عنده. رسول الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي، معلش انا بدأت متأخر، انا من بدري عاوز ابدا، بس قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله، ربنا يصلح لكم وبالكم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي، ان شاء الله نصلي الفجر ونعود عشان لازم المحاضره الحفظ القران، بس الاذان بحب اسمع صوت الشيخ ما الشيخ شاء الله، البتاع الأحمر اللهم دي سكنت، ما فيش حاجه، ما حاجه، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، الله اكبر، اللهم صل على محمد رسول الله، صلاه خير، ما ممكن سعد ولا، اللهم صل وسلم، الصلاة خير من النوم، لازم نصلي ونعدل، اللهم صل وسلم، دل ترحم وانت بتعدنا، دل ترحم كده بجامع، احنا نقفل اصلا، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا حسن، اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، دائما وابدا لا اله الا الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، ربنا يبارك فيك وجزاكم كل خير يا رب، يعني بدعي وبقول من قلب الاستاذ او الاستاذ اللي ابنهم معاك يجيبوه، ولا هم في الرياض يجيبوه لي، وانا هخيف باذن الله،
يعني طيب قلبي طيب، وبحب الناس الكبيرة، وأحب أخدم المرضى كمان من لوجه الله، مش حكاية لا، بحب أخدم وبعمل. ربنا مديني صحة، لازم أساعد اللي محتاج، دي محتاجة تراعيه، تراعيه تأكليه تشربيه، تدخلي حمام تشطفيه تروقيه تخليه أحسن مكان وهو صغير، يفرح ويضحك وتضحكي في وشه. وتحياتي للحاجة، ربنا يصلح حالكم وبالكم، وصلوا تحيا إن شاء الله، نصلي ونرجع تاني. اللهم صل وسلم وبارك عليك. يعني ايه بقول لها الاستاذه عشان اللي ابنيها وسايبه ابني تقول له زهقانه ولا لا؟ اوعي ايوة تزهقي، ربنا معاكي، رجعي معاكي، خليكي كده عشان الشاشه. يبقى وانا بحييك اللي انت اللي ابنك معاك وتصبري، مش هتصبري هاتي لو انت في السعوديه في الرياض، هعملهولك كده عشان تخش الجنة. عاملهولك سبب لدخول الجنه، ازاي تتركي هي هتخش الجنه؟ الجنة سهل، اه مش دخول الجنة بالسهل يا أبدا، سهل يا بنت تدخل الجنة. آه دخول الجنة بالدرجات العاليات. بيبتلي مثلا، ما بدانيش أولاد لازم أصبر، اداني حاجة لازم أصبر، اداني أم وأب لازم أصبر عليه، اداني ابن معاق لازم أصبر. تدعي لي جدتي بتقول ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، تحية من النيابة العامة، واحنا ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، النيابة العامة بتسلم عليك الله يسلمكم، ربنا يسترها يا رب، وياهم اللهم يا رب، يصلح حالكم وبالكم يا رب ويا العالمين رب يعزيهم ويديهم يا ويحوش عنهم الشر رب. والغلس كله. يعني تحياتنا لكم من آمين الرياض، من السعودية، أكيد في السعودية ربنا حضرتكم، يهديكم ويرضيكم ربنا ويحوش عنكم وأهل مصر الشر، كلها بتسلم تحياتا يا لكم رب تحوش عنكم الشر والغلس كله يا يا رب أولاد يا رب. سمعت دعاء، يا ريت يا الأم رب. أو الأستاذة الأم اللي ازاي بقى أم، وأنا يعني ابني ربنا مديني ابني، دي أنا الجنة، اديهولك، ده ده دي جنتك، دي الجنة، تحضني كده وتحبيه، اديهولك يشوفك حبيه. هتصبري ولا ما انتش هتصبري. سيدنا يعقوب وسيدنا ايوب، وشوف ابتلوا بقى بجميع الامراض، ومراته صبرت عليه، والجري تشتغل بالعيش، باعت مراته شعره عشان تبي يصرف على ابنه على عشان جثه، لقمتين عيش واللي هو ام يخدم مريضه امه. يعني كان بيخدم امه وهو مريض، ربنا شفاه وجعله دعاءه مستجاب. انت ما تخدمي ابنك بقلب، ربنا هيديك ويردك ويوسع عليك الخير حيث كان، وحي ويهديك وهيوديك للصبر. الجنة، والجنة أهم حاجة، ربنا هيوديك الجنة ربنا الجنة بتاعته، أهم حاجة، الجنة العالية، إحنا مش عاوزين حاجة إلا الجنة عشان ربنا يدخلنا ولا الجنة. هتاخدي فلوس من اللي بتقبضيه وبتجري عليه، ولا نعم، حد بياخد حاجة. مهما طولنا في الدنيا لابد والله من يا بنتي الموت. ما حد بياخد جنيه ويا نعم، جنيه، شوف الكفن كده له جيوب ولا له حاجة كمان بيقى له جنيه، قماشة كده وبيضة وتتلف على الميت وخلاص ويلا. محدش يا بنتي بياخد جنيه وياه، ولا فلوس ولا ذهب ولا أي صدقيني حاجة. لازم تخدميه بقلب ابنك لو وحبيبك، عندك ذهب اصرفيه عليه، يا ما تستخسريش في حاجه، وحبيه وعالجيه او عالجيه ورزقيه. وحبيه. انت مقصره فيه، لو انت في الرياض هاتيه يا حبيبتي، وانا اشيله في قراصه وفي عيني، وماما هتحبه كمان، هاتي فرحين ربنا اهو، يسعدكم جميعا يا رب. يعني بتكلم بقلب، اللي عنده اي حد مريض او متضايق منه يجيبه، بس يكون في الرياض او في السعوديه اجمعين، اللي يجيبه ان شاء الله يجيبه حتى من مين، يا اي مكان، يعني راضيين يعني بيتنا نشتري. واسع ويسع، بدل مليون كم مليون، يعني بيتنا واسع، وبيت اهل يا القران، بيت رب الطهارة، يا وبيت رب الشفاء، بيتنا بيش، يعني عندنا يا بيتنا رب في مصر، الناس كانت تيجي تقول بيتكم بيت يا رب، ريحته كانوا حلوه، وبيت بيجوا يرقدوا يجوا فيه، تعبانين من بره، تعبانين يروحوا سلام، وبنيجي عيانين بنقوم سلام. بنروح بنخف على طول، لان ده أمين ماما وبابا اهل الكرم، وهم بيدعوا للناس بقلب، وقران يمشي على الارض زي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش هقول لهم لازم تحب ابنك، انا عماله اقول لك اكررها، يا ريت لو انت في مكان قريب هنا او اي بعيد. حد معاه ابني معاه بنتي معاه، ربنا هيرضيكي. هو اللي حلوين يا يعني تحب الحلوين ما وذكرى شاء الله ما شاء اللي الله، تعبان، لا اوعي، ترى ربنا ربنا مديهولك عامله كده عشان يشوفك هتصبري كافي ولا اجا، لا. هتسلم عليك عسل. الله يسلمك يا بنتي. يعني اللي بيسألني أسئلة المشاهدين، أسئلة بتبقى يعني تأثر في الواحد، بطلع عن يعني إزاي ابني أو جوزي أو أخويا أو أبويا أو أمي أو حد جيران في الشارع أسيبهم تعبان يتألم يتألم، شوفيه يدعي لك أو من غير ما تدعي لك ربنا أما تخش حتى تخش على واحد مريض كده هتاخدي ثواب. بتاخدي. ترى ربنا بيقول لي كيف يعني، حديث القدسي، يعني الحديث القدسي يقول له يا عبدي مرضت ولم تزرني، قال له وكيف ازورك يا رب وانت رب العالمين، قال له لو زرت فلان لوجدته عندي. شوف كنت الكلمه دي، هتلاقيني عنده. انت لو طول ما بتراعي ابنك كده وبتحبيه وتحضنيه، ربنا معاك وهيديك كل ما تتمنيه واكتر.
قصدك انكم من اولياء الله. نعم، اولياء الله الصالحين الاطهار الابرار، ما بنشيلش من حد ولا قلبنا في غل ولا احد، الحمد الا ذكر الله لله دايما. ربنا يحفظكم من كل الحمد لله كل والشكر هم وغم لله. يا ربنا. يعني بتكلم على الاستاذه اللي بتقول ابني او ولدي او اي ما اي من اي حد في البيت تعبان، لو يعني الطير لو الطارق بتبقى تعبانه، اوكي طب بسه كده بتبقى تعبانه بنزعل، واقعد اطبطب عليها او اقول يا رب اشفيها لولادها ولا كده. ازاي يبقى بني ادم انت شلتيه في بطنك 9 شهور وشلتيه ورضعتيه تتركيه؟ لا أمال الكبار لا تتركين نفسك، الله لا تزهقين نفسك ولا تزكين أنا. لا لا التزكيه لله وحده، فلا تزكوا انفسكم اعلم من التقوى. ان كنت بقى ترد ارد عليكم، لكن انا مش هرد على اسئله، برد على السؤال. بيتنا بالطهاره وبيت نقاء، لو انت عندك الحمد تعبان لله. هاته وهتشوف هينعمل في ايه، ربنا يشفه لك ويعافيه. ما هو لازم تكون مع الله، لازم تتكلم، لان ربنا اللي بيخلينا ننطق ونتكلم في سماء الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى. مش هقعد اتكلم كلام لا، فلا تزكوا انفسكم هو اعلم المتقين. الحمد لله ربنا عالم، لو الحمد من لله. المتقين في بننزل في يعني في سماء الدنيا، ربنا في سماء الدنيا، واحنا في يعني من اصحاب الليل. شوف انت من اصحاب ايه؟ احنا من اصحاب اهل الصحر، اهل الاستغفار، يعني الوقت ده اهل استغفار واهل ذكر لله. وانا هستأذن عشان خلاص انا استكفيت من الكلام، ومهما اتكلم يعني بحب المرضى اخدمهم، بحب السن الكبير اخدمهم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. ما انا قلت مش هرد عشان ما لان ما الرد مش هيبقى كويس اصلا، انا بحبش ارد، برد بالاحسن والامثل. اللهم صل وسلم. شايف الوجوه وجوههم من اثر السجود، يعني نظرات وجوههم نظره من ذكر الله والصلاه على الحبيب، ولا بنسمع تلفزيون ولا بنسمع اغاني ولا بنسمع رأي ولا بحاجات من دي، معانا المصحف ذكر الله ومعانا الله على الدواء. يعني اللي بيشوف مريض لازم يروح يزوره. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. معود بقى ارضه خلاص. سمعت يعني حبيبتك الاستاذه انتصار. ده باعه كل الخمسة، باعه مش عوض لوحده. اللي عم يحتاج فلوس بيبيع الارض ويمشي بقى يقول يا ريتني ما بيع. الخمسة باعه يا بنت، ربنا يصلح الحال للجميع. اللهم صل وسلم. كلك باعه للبنات. الاخت حبيبتنا ربنا يصلح لكم وبالك يا رب. يعني ما شاء الله منزله فيه فكاهات، فيه حاجات في على التيك توك وعلى القناه، اللي عاوز يضحك بيضحك، واللي عاوز بيقرا قران بيقرا كل حاجه. ادخل المدرسه بس انا هقوم اصلي، يعني صلي الفجر عشان لو دخلنا مش هقنا. يا الله يا استاذ قومي اتفضلي يصلي، الله صلاتي قبلني. اللهم صل وسلم، هنقوم نصلي حالا وبعد كده نرجع ان شاء الله. بارك الله فيكم. بس يعني بكرر وكرر كم مرات ومرات عديده، اللي عندها مريض زوجها او اخوها او اختها او في الشارع او ابنه، يا ريت ما تسيبه. ان شاء الله نصلي ونرجع. يا رب السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يقبل خاطركم إن شاء الله، نصلي ونرجع إن شاء الله بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.